وكان سعادة الشيخ دعايش بن سلمان الخليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل قد أشاد بالفوز الذي تحقق عن طريق الفرس شهامة ملك سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالمركز الأول لفريق KHK ريسينج بتحقيق اللقب الألف جنس الإماراتي والمخصص للمهرات بدرجة ليستد على أرضية مضمار ميدان ضمن أشواط كرنفال كأس دبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأكد الشيخ دعيش بن سلمان أن اهتمام ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد ساهم في تسجيل هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها فريق KHK ريسينج في المحافل الخارجية، مبينا أن اهتمام سموه المتواصل يعطي الفريق الحافز في مواصلة تحقيق الإنجازات. وأشاد الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة بجهود المدرب الوطني فوزي ناس وحرصه على تهيئة شهامة لتحقيق الفوز في هذا المحفل الكبير. وقاد شهامة الفارس الهولندي أدريس ديفرز وتدريب المدرب الوطني فوزي ناس، حيث أن هذا الانتصار الثالث لها على التوالي دون خسارة على أرضية مضمار ميدان. فوز شهامة اليوم فوز كبير، ككونه أول سباق كلاسيك في الإمارات، وطبعا احنا سعيدين بهالفوز، ونهني مملكة البحرين ونهني سمو الشيخ خالد بن حمد على هالفوز والمدرب فوزي ناس. الحمد لله، طبعا سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد وهم داعمين للسباقات في دولة الإمارات وحريصين أنهم يشاركون في الكرنفال، والحمد لله خير مملكة البحرين قاعدة تمثل البحرين أحسن تمثيل. شهامة فرس هذه من سباقها الميدن بين أنها هي يعني عندها كلاس، وركضت 7 فورلونج، والريس الثاني في الترايل بعد سباقات برياحية، وأنا قلت لك من قبل أن هي كل ما تطول المسافة بيكون أفضل لها، وبين اليوم في المايل أن هي مرتاحة والحمد لله. فوز الجينيز هاي طبعا فوز كبير ويعني لنا الكثير، وإحنا صراحة فرحانين. سمو الشيخ خالد طبعا يتابع السباق وهو فرحان وسعيد، وإن شاء الله المرة الجاية نشوفه متواجد هنا في الأوكس إن